راسه بعلبكة لعبي جعفر. وبما انه راسه بعلبكة وهيدي هي غنيته اللي انشهر فيها كثير، نسمع سوا انا راسه بعلبكة من عبي جعفر. وضل اقول له ما بدك اياه، حكي الناس كف وراك، ما يهمك منه شيء، ما يهمك منه شيء، ما يهمك منه شيء، ما يهمك منه شيء، ما يهمك منه شيء. وضلك قول له الايه واعمل اللي بدك اياه. اني حدا شايل عقله وما بطفلك محله، مقفل راسي سبع قفول ومين ما دق ما بفتح له. وضلك قول له الايه واعمل اللي بدك اياه. بديها تبعت لانه اسم الله مع ايش حط لك غير غنيه، يعني انت فيك تغني انا راسي بعلبكي وايش شيل الكاسك وحط لك هو بحب هاي الغنيه.